مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا بكم أينما كنتم. اليوم راح تكون محطة استراحة الظهيرة في مدينة بلد، وراح نتعرف فيها على نجاح الكثير من الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة والتي ساهمت بازدهار الحالة الاقتصادية داخل مدينة بلد. كونوا ويانا اليوم في هذه الجولة حتى نتعرف أكثر على آراء المتبضعين والشباب وأصحاب المتاجر. الفرد العراقي يعاني من الغلاء وعدم اكتفاء بالراتب الوظيفي، لذلك اتجه إلى الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والكبيرة حسب خبرته وحسب ما يقتضيه الحاجة له. احنا نشوف المعلم يشتغل وراء الدوام، نشوف الطابط يشتغل وراء الدوام، يعني فبسبب الغلاء وعدم قدرة الاكتفاء بالراتب فقط، يعني ما يقدر يعني يساير الحياة إذا ماكو عمل ثاني ويا الراتب. هاي المشاريع الصغيرة شوفها حالة إيجابية أستاذ. والله إن شاء الله، يعني إحنا نشجع الشباب ويا الشباب وعلوا يتجهون لهذا الاتجاه إنه يفتح مشاريع ويكون مشاريع صحيحة مدروسة. طبعا تكون مدروسة وذا فائدة للمجتمع وفائدة إله، خلي يفكر بالمجتمع خلي يفكر بنفسه. يعني بعض المشاريع يعني تبدي من الصفر بعدين تصعد شوية شوية تجي على الخريجين، يعني مو الوظيفة وظيفة وظيفة، يقدر يطور نفسه لما يقدر يشوف حياته أو المصلحة تطور. هي المصلحة ما تقوم بعد ما يحتاج الوظيفة أصلا. عندنا تجارب ناجحة هنا كل شوية، يعني تطور يوم عن يوم دا يصير بعد أحسن، خاصة يعني عندنا بالمدينة. تخدم الشباب تخدم الاقتصاد مال المدينة. تدعوني الى ان الشاب يضل يعتمد عليه. انت اكيد انت تيجي تحاكي للشاب يقول لك ها والله ماكو وظيفه، زين انت ليش ما تطلع تشتغل؟ تجي الشغله ثاني يوم يقول لك ها والله ما اعرف شنو، ما اقدر اشتغل. اليوم الانسان لا يعتمد على التعيين، التعيين مصدر رزق ترى انه محدود. البعض الشباب يقول لك انا شو اشتغل، ماكو شغل ماكو عمل. لا، اكو مجرد انه اذا يفتح له بسطيه مع اللبلبي هو يعيش من وراها، بعدها يطور روحه، بعدها يعمل يصير اسمه لامع. اما التعيين هو راتبه محدود وما يقدر يطور روحه بالتعيين. التعيين مصدر رزقه محدود. عندك الإيجارات إنه ترى مو إنه لا يعتمد إنه يقول لك إيجارات غالية، لا، إيجارات أكو محلات بسيطة يبدي مشروع بسيط، أبسط شيء إنه يجي يفتح له شامبر صغير مال ملابس مال أكلات سريعة مال لبلبي لفات كباب لفات فلف. أهم شيء يبدي بداية يبدي بيها، لا يظل أني والله أنتظر تعيين ما جاك تعيين. وشنو التعيين؟ إنه مصدر رزق، يعني انتهى الموضوع، يقدر يطور روحه بعدين؟ لا، بينما انت اذا تفتح لك انه تشمبر مال لبلبي، هسه اللبلبي والماشي والشلغم والعرانيس والحبشمس كلها تشتغل وده يطورون روحهم. يعني اذا ما يطلع له بالحبشمس فهو 30,000 دينار، معناته 900,000 دينار بالشهر، ما يعادل راتب تعيين بكالوريوس. يعني البكالوريوس هو ده يتعين ب 750,000 اول ما يتعين، هو حبشمس، مجرد حبشمس يجي يفتحها اقل ما يمكن يطلع له 900,000 دينار يعيش له عائلتين الى عائله، وبالمضبوط وبالتوفير المال اكثر. دول الريزو والهاي شغلات، يعني محتندة الشباب على هاي الشغلات. الشاب هم
يعتمد على نفسه احسن. ايه يعتمد على نفسه يعني حل هسه بوقتنا هذا الشاب اللي يريد يعمل بهذا الوقت يعمل. طموح الشاب طموح تلقاه يعمل تلقاه باي شغله يعني هسه مثل المشاريع الصغيره حيل ماشيه بهذا الحساب حاليا بالعراق. يعني احنا اذا نحكي مثل ناحيه الشاب البلداوي مارس العمل الحر احسن له يعني ليش دا يروح على الوظيفه الا وظيفه العمل الحر احسن اللي نقول احنا الوظيفه هي عبوديه شلون نقول الحر افضل يعني ما اعرف ليش يتطور شغله مثلا نقول شلون لا ارباح اكثر بالمحلات انت وين وظيفه رقمك مسجل القى تاخذ راتبك بس انت العمل الحر اولا اريح لك وثانيا نقول احنا تفتح مصالح تطور روحك يعني انت مصلحه صغيره ان كانت صغيره بعدين تتطور تصير كبيره مو الا يعني ترجع الا الى مو وظيفه ما نشتغل ماكو هيك قانون هالعالم كله عايش هيك هسه.